من بغداد ينضم إلينا الآن مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عبد الإله. أهلا بك دكتور خالد. ما صحة ما يقال حول أن الأحزاب لن توقع صكوك الموازنة للكاظمي وذلك لمنعه من القيام بإصلاحات لإنعاش السوق في ظل أو في إطار إحراج حكومته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي يوتيوب عربي وشاكلي هذه الاستضافة. بدأ هي ليست موازنة الحكومة أو صفة السيد الكاظمي رئيس الوزراء، هي موازنة الشعب العراقي. لذلك يجب أن تخرج الأطراف الكتل السياسية من عباءة الموازنة السياسية إلى الموازنة الفنية التي يجب أن يستفاد منها المواطن العراقي. نفس الموازنات السابقة في مسألة إعداد الموازنة وفي مسألة إقرارها، نجد بأن هنالك اشتراطات لكتل سياسية سواء كان في المكون السني أو الشيعي أو الكردي، أثرت بشكل كبير جدا على إخراج موازنة يمكن من خلالها أن يستفاد منها المواطن العراقي. أنا أتوقع المصلحة اليوم الفئوية والحزبية هي الطاغية في أمام القوى السياسية العراقية، لكن بالناحية الأخرى مسألة الحديث عن سعر صرف الدينار بالدولار هذه أصبحت مسألة أضرت بالسوق الداخلي العراقي، الاقتصاد العراقي، وأثرت على الطبقات الفقيرة. نسبة الفقر اليوم في بعض المناطق الجنوبية والوسطى تزيد عن 50%، وهنالك نسب في المناطق التي حررت من داعش بين 40% إلى 45%، وبالتأكيد هذه النسب كبيرة جدا. كيف نستطيع اليوم أن نتحدث عن فرق سعر الدينار بالدولار؟ وبالتأكيد هنالك مطالب من قبل القوى السياسية. البعض فسر هذه المطالب بأنها سباق انتخابي، ولكن ما يحدث في داخل الاقتصاد العراقي نتوقع يعني ضرره كبيرا جدا على شرائح الطبقات الفقيرة والوسطى من العراقيين. لذلك يجب أن تتحلى القوى السياسية العراقية بمنطق المصلحة الوطنية وتبتعد عن المزايدات وتتحدث عن فضاء وطني حقيقي يستفاد منه المواطن العراقي أولا وآخرا، وليس الأطراف الكتل السياسية بالمنحة. دكتور خالد، وسياسيون في البرلمان يقولون إن تجارة إيران مع العراق تضررت بنسبة 25% على أقل تقدير بعد خفض قيمة الدينار العراقي، ولكن لذلك تضغط هذه الكتل الحزبية عليهم لإعادة سعر صرف الدينار، ما تعليقك؟ يعني أول شيء يجب أن نتحدث بشكل واضح وموضوعي، هذه الموازنة هي موازنة عراقية وليست موازنة لا تركيا ولا إيران ولا السعودية ولا أي جارة دول الجوار. الموازنة يجب أن يستفاد منها المواطن العراقي، هذه نقطة. النقطة الثانية، نتوقع اليوم دخلنا في إطار اتهامات متبادلة من جميع القوى السياسية، كل كتلة سياسية اليوم تريد أن تبرر مواقفها من عدم التصويت أو الخروج من عملية التصويت على الموازنة كونها أنها لم تعطي معيارا حقيقيا واضحا في إطار التفاهمات التي حدثت، لا مع الوفد الحكومي الذي زار اللجنة المالية أو اللجنة القانونية أو حتى مع رؤساء الكتل السياسية، ولا الاجتماعات التي أجراها السيد الكاظمي مع قادة الكتل السياسية. لذلك نتوقع اليوم المصلحة الوطنية تقتضي أن نتحدث عن موازنة، هذه الموازنة يستفاد منها المواطن العراقي، لا نتحدث عن أنها بعنوانها موازنة تقشفية، ولكن في داخلها أيضا مسألة الاقتراض. لا ننسى بأن هذه الموازنة أعطت سعر البرميل النفط 43، في الوقت نفسه اليوم برميل النفط أكثر من 67، بين 66 67 أو قد يرتفع إلى 70، وبالتأكيد هنا نتحدث عن الموازنة التكميلية. أنا أتوقع اليوم يجب أن نتحدث بشكل موضوعي، هذه الأرقام الذي نتحدث عنها هي كلها أرقام تخمينية، والدليل على ذلك نحن اليوم في الشهر نهاية الثالث وبداية الشهر الرابع ولم تقرر الموازنة، وهذا خلاف الواقع. لا الواقع الذي يجيز اليوم الحديث بأن هذه الموازنة لم تستكمل، طالما أن نهاية كل عام يجب أن تكون هنالك إرسال لهذه الموازنة من قبل الحكومة ومن ثم المصادق عليها من البرلمان، ثم تدخل في بداية كل كان شهر كان الثاني من بداية السنة. ولكن كل الموازنات التي حدثت عملية التصويت أو لم تجرى فيها عملية التصويت كانت هي موازنات سياسية للأسف شديد، وصار فيها نوع الدكتور من الهدر والفساد الإداري والمالي، وأثرت على مستوى تقديم الخدمات للمواطن العراقي. الدكتور خالد عبد الإله مستشار المركز العراقي، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا.